يعني هبتدي بالترتيب زي ما كان موجود، يعني زي ما قلت حاجة سيد. حسين السيد اخويا، يعني فعلا اخويا وقف جنبي برضه في حاجات كتير جدا، وانا دايما في ظهره، واحنا يعني عيلتنا نعرف بعض كويس، ودايما انا عنده في البيت وهو عندي في البيت، يعني الدنيا قريبة جدا. هو من اطيب الناس اللي انا قابلتها واجدع الناس بصراحة، يعني ولعيب، يعني لعيب كويس جدا طبعا حضرتك عارف، وبتمنى له كل خير، وان شاء الله دايما في احسن حاجة حسام باذن انت الله. اتكلمت عنه كتير، اه كابتن يوسف بقى. كابتن محمد يوسف بصراحة يعني من الناس برضو اللي وقفوا جنبي بعد الإصابة. انا كنت مع كارتيرون في اخر ماتش افريقيا النهائي، يعني وانا اول حاجة محدش يعرفها قبل كده، بس الناس الماتش اللي احنا خسرنا بالترجي هناك، يعني انا اتخبطت في رجلي في الدقيقه تقريبا الدقيقه 19، الانكل اتخبطت فيه خبطه جامده جدا، الانكل ورم في ساعتها بقى كبير يعني. فاحنا زي ما حضرتك عارف جبت النهائي افريقيا، لازم تكمل. قلت لا هدوس على نفسي، مع ان انا مش قادر، انا كنت مش قادر امشي، كان كل ده صفر انكل صفر، صعب، كل ده صفر كل صفر، رجلك وماتش كمان يعني مش ماتش سهل، انت بتلعب الترجي في تونس في جمهورهم، ومع ذلك دوست على نفسي لغايه الدقيقه 45، ده طلعنا بين الشوطين، كان دخل فينا جون في الاخر، طلعت بين الشوطين حاولت ان انا اربط رجلي احط اي حاجه، مفيش، رجليا ورمه جدا، اصريت ان انا انزل تاني برضه، قلت للدكتور انا هنزل تاني واجرب، ولو في طلعت حاجه انت بعد كده. طلعت يعني كملت 10 دقايق كمان ما قدرتش فعلا خلاص، كنت بسبب خلاص الموضوع ده انا الانكل لحد النهارده بيوجعني، يعني الموضوع ده بقاله كتير، بقالنا اكتر ثانوي، من يعني سنه لحد النهارده الانكل وجعني، يعني رجليها بتوجعني لحد دلوقتي تقويات بسبب بقى. الموضوع ده. فلما رجعت بقى قعدت تقريبا شهر مصاب، قعدت بتاع شهر، كان كارتيرون مشي وكابتن محمد يوسف مسك هو اللي الفرقه، مسك. يعني تقريبا 5 6 ماتشات يعني. فكابتن يوسف لعبنا ماتشين 3 ماتشات، دخلت السكور الماتش الرابع، كنت انا لسه ما ابتديتش يعني، واحدة واحدة يعني. واحده واحده، فنادالي في الاوضه، انا مش هنسى اليوم ده، كان ماتش الجيش، راح منادالي في الاوضه الصبح، انا ما كنتش عارف ان انا هلعب، قال لي رجلك عامله ايه؟ قلت له الحمد لله، قال لي عايز تلعب؟ بالظبط كده، فبصيت له كده هو طبعا مقرر يعني، بس هو عايز يعرف رد فعلك. قلت له طبعا عايز العب، بس دي حاجه بتاعت حضرتك يعني، ده قرار اكيد هو حضرتك. مقرر يعني، بس قلت هو له بس تلاقيه طبعا عايز يعرف رد نفسي العب فعلك. طبعا، وكان ساعتها كريم نيدفيد كان هو اللي بيلعب باك بيلعب رايت، باك رايت. عشان كان الكابتن احمد فتحي مصاب مصاب، وباسم كان باسم مصاب مصاب. فكان كريم اللي بيلعب، هو كان عايز كان كريم يستغل كريم ساعتها في هو نص اللي رامي الملعب. العمل. فقال لي طب انت هتلعب النهارده وهتعمل احسن ماتش ليك ان شاء الله، فانا يعني الكلام فعلا يعني فوجئت. اتفاجئت وانبسطت من رد الفعل ده جدا، نزلت من ساعه ماتش الجيش لحد اخر الموسم، يعني قعدت 5 ماتشات ولا 6 ماتشات انا فضلت العب، حتى اول ماتش الجيش ده كان سعد اتصاب، صح، فلعبت سيرد باك، سيرد باك. بعديها بتاع 6 ماتشات، وفي ماتشات يعني في افريقيا بره، وحتى هو قال لي انت يعني حته السيرد باك دي قال لي انت بتعملها كويس جدا، وحتى قال لي انا عايزك تركز فيها ان انت ممكن تتحط سيرد تكمل باك. فيه. قلت له التريسه دي، التريسه دي كل الناس كانت بتتكلم عليها، ان كانت في بمناسبه طلائع الجيش، يعني مباراه طلائع الجيش. حلوه، ترقيصه حلوه. وقفت انت بحبها. وايه وعجبتك ففضلت واقف انا يعني في ثانيه كده، كنت بتفكر ايه، عايز اسيب الكرة واطلع. صح؟ فضلت ثانية كده كنت مستنيه اللي هو يقوم كده فكانت دي كانت ترقيصه حلوه. بس فبصراحة وقف جنبي ورجعني كابتن يوسف، رجعني تاني وقال لي هتعمل ماتش، وفعلا من ساعتها فضلت لعبت معاه لغاية ما مستر لازارتي جه وكملنا بقى، ودايما قريب مني حتى في التمرين هو الكابتن سامي على طول بصراحة، والكابتن طارق سليمان، يعني اللي دايما قريبين مننا ودايما بيتكلموا معانا، ويعني انا مبسوط ان انا في يوم من ليهم الايام دور كبير يعني. يعني مبسوط ان طيب، انا في يوم من الايام اشتغلت قبل معاهم برضو يعني. مسألك عن سؤال السوشيال ميديا.